ولمعرفة آخر المستجدات في جبهة الساحل الغربي ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا عبد الوهاب نمران. عبد الوهاب، ما آخر المستجدات لديك؟ اهلا وسهلا. في البدايه، اخر المستجدات كما هو معروف، حراس الجمهوريه، المقاومه الوطنيه والويه العمالقه والويه تهامه قاموا باحراز تقدم وتطهير لبعض الجيوب التي تحاول ميليشيات القتل والدمار الحوثيه التسلل منها. تم استدراج مجموعه او كتائب من ميليشيات الحوثي، ميليشيات الدمار، الى وادي الجاح الشرقي، وتم استدراجهم ووضعهم في كماشه وسقوط عدد من القتلى، عدد كبير من قتلى تلك الميليشيات التي لا تزال جثثهم مرميه في الوادي الشرقي، الوادي الجاح من الجهه الشرقيه. هذه الكماشة التي وضعها قادة عسكريون تم التخطيط لها وتم الاستدراج لتلك الميليشيات حتى تم مصرعهم جميعا، وتم تأمين المنطقة من قبل حراس الجمهورية والوية العمالقة والوية التهامة. هناك محاولات من قبل تلك الميليشيات للتسلل من الجهة الخلفية لمنطقة الجاح جهة الظهر، محاولين إعادة تقدم الأبطال صوب مطار الحديدة والمدينة، لكن هناك إصرار من قبل حراس الجمهورية وأخوانهم ألوية العمالقة وألوية التهامة على تطهير كل المناطق من جهة الظهر لتأمينها والبدء في معركة مدينة الحديدة. هناك قوات من النخبة تم تطهير، قامت بتنفيذ تطهير مزرعتين تحاول تلك الميليشيات التمترس فيها على الساحل، على الشريط الساحلي، وتم مداهمة تلك المزرعتين المهمتين وتم تطهيرها بالكامل من قبل الأبطال. هناك معنويات مرتفعة وهناك إصرار لمجاميع ميليشيات الدمار والقتل مرتزقة في طهران فرارهم صوب المناطق التي أتوا منها. هناك تقدم للأبطال ومعنويات مرتفعة وإصرار على اجتتات هذه الميليشيات أينما وجدت وأينما حلت. هناك عزيمة قتالية مرتفعة وهناك جثاياهم لا تزال مرمية حتى هذه اللحظة، وسنواصل لكم في الساعات القريبة القادمة ونرسل لكم المقاطع والصور والتقارير التي بحوزتنا. نعم، عبد الوهاب نمران مراسلنا من الساحل الغربي، شكرا جزيلا.